النهارده كان في خبر في السعوديه لوفاه احد افراد ال سعود الله يرحمه، امير عبد العزيز بن فيصل بن فرحان ال سعود. عبد العزيز بن فيصل بن فرحان ال سعود. طيب تعال نشوف الاول خبر اللي تم اعلانه النهارده من الديوان الملكي. انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود. وده خبر الوفاة، وده خبر الجنازة التي اتعملت لي اليوم لوكالة الأخبار الرسمية، وفاة صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود، ويصلى عليه إن شاء الله يوم غد الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. فيش جنازة طبعا، السعودية ما فيهاش جنازة. الناس لاحظوا ايه بقى النهارده؟ انه غياب تام للملك وابنه. غياب تام للملك سلمان وابنه. ده المشهد النهارده من الجنازه اللي حضرها امراء كتير، ولم يتم نشر 12 صور لمشاركه الامراء فيها صلاه الجنازه. اللي شارك فيها أمراء كثيرين، لكن غاب الملك سلمان وابنه. ناس تساءلت بسبب هذا الغياب. البعض يقول، ممكن يقول دي صور للأمراء اللي شاركوا في تلك الجنازة. البعض ممكن يقول إنه الملك سلمان أو محمد مش متعودين يحضروا جنازات العائلة المالكة. هقول لك لا، إلا جنازات العائلة المالكة. العائلة المالكة في جنازة العائلة المالكة كان لازم يحضر أو يبعت مندوب عنه أو ابنه ويعلن ده في كل مكان. لكن محمد ابن سلمان كمان مختفي. تشعر إن في حاجة مش مظبوطة، شعور والله كده، في حاجة مش مظبوطة. خايف يلتقي بحد، في حاجة غلط. في حاجة بتاع، خد بالك احنا لم نتبنى اطلاقا اي قصة من القصص. انا بقول لك ده احساس، قصة كانت بتتردد وقلت لك الكلام، واصل ده مش ملك سلمان، واصل دي الاستقبال السفرة، واصل السفرين دول ما بسوش ايديه زي ما كل الناس بتبوس ايديهم، وان دي نفس اللي كل الكلام ده احنا لم نتبنى، ما شلناش الكلام ده من ارضه. لكن في حاجة كده مش مظبوطة. الملك سلمان كان حاضر جنازة واحد من الامراء، طلال بن سعود، اللي توفي في 27 فبراير الماضي. كان لسه برضو آل سعود 27 فبراير، يعني أقل من أسبوعين. ده 27 فبراير اللي فات، احنا 11 مارس، وده التعامل الطبيعي مع الجنازة، طبيعي جدا. دي الصور اللي بتنشر، ودي كل حاجة. خادم الحرمين يؤدي صلاة على الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز رحمه الله. دي الحكاية. والملك سلمان كان متعود اهو، متعود يحضر جنازات الأمراء. أوريك عدد من الأمراء اللي كان بيحضر جنازتهم، هكذا تعود الناس. أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صلاة الميت على الأمير بندر الفيصل عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض. أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، أدى صلاة الميت على صاحب سمو الأمير منصور بن فيصل بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء أمس صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز رحمه الله. أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب صلاة العشاء في جامع قصر السلام بجدة صلاة الميت على صاحبة السمو الملكية الأميرة حصة بنت سعود بن عبد العزيز رحمه. الأكثر من كده أنه الملك سلمان وابنه لم يعزوا الأمير المتوفي ببيان،
في حين ان كل امراء الامارات ارسلوا برقيات تعازي. الملك وابنه ما عزوش ببيان، مش بس ما حضروش، في حين ان كل الشيوخ في الامارات ارسلوا برقيات تعازي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود. الإمارات كلها بتعزي برقيات، سلطنة عمان بتعزي، هذا السلطان يعزي الملك سلمان، لكن الملك سلمان وابنه لا أصدروا بيان ولا حضروا صلاة الميت أو صلاة الجنازة. هي ما عنديش أي تفسيرات، أنا بس بنقلك الحكاية وتظل التساؤلات. ممكن ده كله يصبح أضغاث أحلام، وارد وارد، ولا يكون مشكلة صحية ولا مشكلة مواجهة للأمراء ولا في أي حاجة، وضع طبيعي، يمكن مكنوش بيحبوه، الله أعلم، ما عنديش أي تبرير، لكن هذا المشهد كان ملفتا، هذا هو العنوان وكفى.